مساكم هنا يا أحلى متابعين لوليا. اليوم محتارة إذا أتكلم عراقي ولا أحكي عراقي ولا أحكي لبناني. المهم اليوم إلي أول حلقة ورح نتكلم أكثر عن الديزاين أو الديكور. الناس والبنات دايما ما يفرقون بين الديزاين والديكور، رح أسهلها عليكم بهالصورة. نتخيل أنه نجيب البيت ونقلبه رأسا على عقب. أي شي بيوقع من هالبيت هذا نعتبره ديكور، واي شيء يضل لاصق بهالبيت هذا نعتبره انتيرير ديزاين، بما فيه الاضاءه، ورق الجدران، والاشياء اللي هي البيلت ان اور الفيكست بالبيت. اول توبيك اللي حابه اكلمكم عنها اليوم هي الديزاينرز. طبعا كلنا عندنا هوس بالفاشن براندز والديزاينرز العالميين، من هيجو بوس لشانيل لبول سميث لهرمز. دائما نحب نستوحي منهم مش بس اور اوتفيت بس اولسو اور انتيريرز. تعرفون انه هذول الديزاينرز أكثرهم عندهم لمسة خاصة لهم ممكن أنه إحنا نستغلها ونصممها في بيتنا. يعني مثلاً إذا روح على بول سميث بالألوان اللي عنده هي الألوان الأكثر سبرينج، أكثر فن، أكثر فايبرنت، ممكن نستخدم هذه الألوان لفصل الربيع والصيف. إذا روح على الألوان الدارك أكثر، الألوان اللي فيها أكثر دفى، أنا بنصح نروح على شانيل، على أرماني، ونحاول نستلهم منها ألوان وخامات بالإنتيريرز. ثلاث نقاط أو ثلاث أشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نقرر نستلهم من ديزاينر معين. أول شيء التكستشر أو اللمسات. كل ديزاينر عنده لمسات معينة، إذا نحب الفلفت أو اللاذر كيف ندخلهم مع بعض. الشيء الثاني اللي لازم نعرفه أكثر إنه ما نحاول ندخل ألوان الداكنة مع بعض. يعني مثلاً إذا نروح على شانيل غلط إنه إحنا نستخدم الألوان اللي هي بلينجي بلينجي أو الألوان اللي فيها كثير تفاصيل. خلينا نروح سادة وندخل عليها أشياء كثير مريحة للعين وتعطي ستايل وتعطي سيجنتشر بس لإلكم. الشيء الثالث والأهم اللايتنج. اللايتنج من أهم العناصر اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار. يعني إذا نروح على بول سميث نرجع مثلا، نحاول ندخل الناتشرال لايت أكثر، نبتعد عن الألوان اللي هي الوايت أو الأبيض، دائما ندخل الألوان الدافية اللي فيها شوية شيدز، وأكثر شيء نستخدم الألوان اللي الإضاءة اللي ممكن نغير أماكنها. خبروني أنتوا أي مصمم تحبون تستلهموا منه your interiors. لا تنسون سووا سبسكرايب على تشانل حتى أشارككم أكثر فيديوز وأكثر تيبس معايا.